السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف موضوع الليارات في برنامج فورم 360. تمام، طيب عشان اظهر الليارات هنا هاجي للويندو واقول له هات لي ليارز. تمام، وهاجي هنا على اللير، هبدأ اضيف لير جديدة. اللير دي مثلا هسميها في 2 واقول له مثلا سمي دي اكس مثلا، واعمل لير تانية هسميها مثلا واي، اف 2 واي. تمام، طيب دلوقتي انا عملت سيلكت مثلا على العنصر دوت، اقدر اقول له سيلكشن اون اكس. تمام، والعناصر ديت ابدا اقول له دي خليها في الواي ودول خليهم في الاكس. تمام، طيب دلوقتي في اي وقت وانا شغال ممكن اخفي بعض الليرات عن طريق ان انا اخفي الاكس او اخفي الواي او اخفي الاتنين مع بعض. تمام، وممكن اعلم على دول واروح حطيتهم في لير مثلا اكس، مادام الاكس مخفي هم كمان هيبقوا مخفيين.